والله لا والله شعبك ما في شرف ترى معناته هيجي جوعان حكومة هذا صحافة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدن القدومية مدن عيال وحال هل كان إنجاز سجينا هنا وضحين لما يستيران أو لا حريرتا شركي بارلمان كعربية كفبي جسيا فراد اللي بانا لما تشاء بارلمان كصومالية وربحيت أسوء أي صوت دياريين حرناها كلاة مداري محمد عمر طلحة إسلامر كان حبين كاة قدي قاري ما هديبت سياسة يو أمني قومية دا عربين اللجنة شؤون الخارجية والسياسة والأمن القومي العربي لوا مداري محمد عبد الله فارح قيلي وكتي بسن قدي قاري ما دقالها يو مالية دا اللجنة شؤون الاقتصادية والمالية للبرلمان العربي سيد مدن إسماعيل عبد الرحمن شيخ بشير وكثير سن قدي قاري مها شروع لأي حقوق آدنا اللجنة شؤون القانونية وحقوق الإنسان للبرلمان العربي أفر مروان نعيم ومحمد قعل وكثير سن قدي قاري مها بلشدة حوينك يبدا اللي يرد برلمانك عربي اللجنة الشؤون الاجتماعية والمرأة والشباب للبرلمان العربي هذا بشركة أول أبو قبتي مقالة القاهرة عاصمة الدلكة عن ولالا عن ماي بصد تدوية تبنكي سعودين إلهي لباتنكي جون لوكون سقالية تبنكة قنتك نهو وحال أوفا بذي أمور بذي أو آل حساسي هو واسو كتر جمعي الدمان قديل دا ومدوين تعرفين وحانا كمدا كو قديل دا فلسطين هي دباتة دا جوكتا دا يا إسرائيل كو هايسو لابا لقد نرى السوكية ودهية ليبيا سيدي حلوغا غاري لها سد يمن دولة شرعية أما يمن دولة شرعية هي حوثيين تا معارضك أي تاغير إيسا دولة إيران سيدي حلوغا غمان لها أفر سوريا وعنبري سلبيين سياسة يو أمنيهان يو لولن تعود حياة دولة لها قبلك يقوى وين في يوروب يو أمريكا شان إسبدالك سياسة بيت هيكا نحجرة أما إسبدالك سياسة بيت هيكا نحجرة ألجيريا هي السودان ومدحوينياش ودي حكومة لغتوين ليه حلوهن إدى خلافاتك ودى حيث ولدها عربات قارهان دلالك خليجك تضوه قديم دمورك بدا يرد هي الصومالي هي كينيا كاسو بيان حتى كاسو ساري ولو بدي جيو إن كينيا أي كوان تودم شيخ سيد بيا بدت الصومالية أو كم إذا بيها من العرب أي الجوجيسو شيخ سيد ربنتا يو خريطة بوكا أي يقول تحمي ريسان يسوف الدنكا سي اي عمر الهوابيسو راي العام كا ايرو واحد جد بيسو ليبا حيرات كايو شي سي هذا هير بول سي كو هير عالمي ترى مو انا يا لي مروين اما ثاني يوم وحفر لما تعبت دين عكر او امان يبغالي وسوجيري دولة فدرالك يشعب الصومالية فورمر كاي كوسي تلاصنا يان من عيال السياسة الأمنية تقالها هي كل شيء وهم سيلو كان بقاعدين
gudaha dowladda soomaaliyeed iyo in lala garab istaago ilaalinta qaranimadeeda, midnimadeeda iyo sugidda badqabka dhulkeeda, hawadeeda, baddeeda iyo khayraadkeeda intaba gacanna lagu siiyo la dagaalanka argagixisada iyo waraabbaneedka intaba. Mudan ayaa la yeemalagooyin iyadoo golahoodaba kale oo aad u fara badan uu ka dooday wuxuu baarlamaanka carbeed go'aamo iyo fayaan ka soo saaray qadiyadaha kala duwan ee 22 dalal ee carbeed. Mudan ee guddoomiye, mudan ayaal, waxaan soo jeedinaynaa haddii aan nahay xubnaha u matasha baarlamaanka carbeed ee 4 ah, 1 in baarlamaanka Soomaaliyeed iyo dowladda federaalka ay mahadcelin ballaaran ee walaaltinimo ku dhisan ay u diraan baarlamaanka carabta sida uu isu barbartaagay qadiyadda badda Soomaaliyeed ee ay isku hayeen Kenya, taasoo dabarjab ku ah cadowga Soomaaliyeed gudaha iyo dibaddaba. 2 in la joojiyo ama in la xoojiyo cafwan xiriirka aan la leenahay baarlamaanada adduunka si qadiyaddeenna aan u gaarsiino shucuubta kale ee caalamka, warbaahintuna ay dembiga wax ka qaadato. 3 in aan la dayicin fursadaha ka qaybgalka shirarka baarlamaanada adduunka, kuwa heer gobol, isla markaana ay golaha ama golaha shacabka iyo xukuumaddaba federaalka ay u fududeeyaan xildhibaanada wixii safaradooda la xiriira ee xuquuq ah ee ku qeexan qeybhoosaadka kuna astaysan miisaaniyad sanadeedka ee uu ansixiyo baarlamaanka. Xukuumadda federaalka looga baahan yahay inay dhaqangeliso. Wabilaahi tawfiiq, waxaa soo diyaariyey xildhibaan Maxamed Cumar Walxa, 2 xildhibaan Maxamed Cabdulaahi Faarax, 3 xildhibaan Ismaaciil Cabdiraxmaan Sheekh Bashiir, 4 xildhibaan Naciima Maxamuud Gaal. Isla markaa asagoo tixgelinayo guddoomiyaha baarlamaanka, codka golaha shacabka iyo sida sharafta leh ee ay noo garab istaageen walaalaheena carbeed, wuxuu diyaariyey warqadan oo baarlamaanka carbeed iyo dowladaha carabta oo baarlamaanka Soomaaliyeed uga mahadcelinayo ayadoo u dhigan sida tan: maxaalii ra'iisul baarlamaan al-carabi al-doktor Mishcal Fahmi Asilani Al-Sanqawi, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفقا لبيانكم الصادر من قبل البرلمان العربي الموقر عن جلسته 4 المنعقدة في القاهرة بجمهورية مصر العربية الشقيقة ذات السيرة الدفاع والتصدي عن صراع الراهب في المنطقة والهيمنة الاستعمارية للقوى الخارجية وأطماع الدول المجاورة لا سيما دولة كينيا التي تسعى بكل وسعها إلى نهب ثروات طبيعية وقطع مساحة كبيرة من مياه الإقليمية الحدودية للصومال، وبإعدادها ورسمها خريطة مزيفة لتضليل الجهات المعنية والرأي العام، وعدم التزامها والتفاعل بالقوانين الدولية والإقليمية وسيادتها الكاملة، منتهكة بكيانها ووجودها وقدرتها الوطنية في كافة المجالات. انطلاقا عن هذا الإحساس الكريم التضامن العربي المخلص، فإننا نتقدم إلى معاليكم غاية الشكر والامتنان على هذا الشعور السامي الآخر المخلص، فإننا نتقدم إلى معاليكم غاية الشكر والامتنان على هذا الشعور السامي لتحقيق أهداف البرلمان العربي ومن أجل دعمه في المشاركة الفعالة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا للدول العربية والنهوض في هذا الإطار لتستعيد الصومال مكانتها الأمم العربية والعالم بصفة خاصة. ونتمنى لكم التوفيق والنجاح. الدكتور محمد موسى شيخ عبد الرحمن
رئيس مجلس الشعب السعودي الفدرالي. الله يوفقكم لذلك.